السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض تورتة جميلة جدا. انا كان عيد ميلادي النهاردة وقررت اني اعمل التورتة المختلفة دي، تورتة مش زي اي تورتة. هنعمل مع بعض تورتة الكنافة بالكريمة وبالمانجا، زي ما انتوا شايفين كده شكلها شهي وطعمها بقى ولا اروع. والطريقة سهلة جدا، هنقول بسم الله، وعندنا هنا كوباية من السمنة البلدي سايحة، وعندي نص كوباية من السكر البودر، كمان عندي هنا نص كيلو من الكنافة المفرزة في الفريزر علشان تبقى سهلة علينا واحنا بنعملها. تقدري تعمليها في الكبة او تقدري تعمليها بايدك كده، هتبقى سهلة جدا، مش محتاجة كبة يعني ولا حاجة. بكسر كل الكنافة كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده لحد لما كلها تبقى مفرولة زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي بعد ما عملنا الكنافة هنحط عليها نص كوباية من السكر البودرة، وهنقلب الكنافة بالشكل ده لحد لما السكر يختلط بالكنافة كلها. وكمان هحط عليها 3 معالق لبن بودرة. اللبن البودرة ده بيدي طعم جميل جدا للكنافة وبيدي ريحة تحفة جدا. لو جربتوه بالطريقة دي هتعملوا الكنافة بالشكل ده على طول. عندي هنا كوباية كبيرة، يعني مج من اللي هو المج بتاع الشاي، مليانة من السمنة البلدي السايحة، بخلطها بقى بالكنافة بالشكل ده. الخطوة دي مهمة جدا علشان الكنافة كلها تتغلف بالسكر وبالسمنة زي ما انتوا شايفين كده، تبقى عاملة زي الرملة المبلولة. بجيب بقى عندي صينيتين مدهونين بالسمنة، وبقسم الخليط بتاع الكنافة على الصينيتين. يعني انا هعمل دلوقتي صينيتين من الكنافة، ولازم الصينيتين يكونوا قد بعض نفس المقاس. لو مش معاي عندك نفس المقاس تقدري تعمليها في الصينية دي، وبعدين تشيليها وبعدين تعملي في نفس الصينية. اهم حاجة ان هما يكونوا نفس المقاس بالظبط. كمان ان احنا نساوي الكنافة بالشكل ده، نساويها كلها يبقى مقاس واحد من كل الجهات، دي خطوة مهمة جدا. وكمان ان احنا ندوس عليها بالشكل ده، عايزة الكنافة تبقى متساوية وتكون مش مشققة ومش مفرغة حتة وحتة مليانة، لا كلها سوي واحد مستوية كده زي ما انتوا شايفين. وعلشان اتأكد ان هي خلاص بقى نكبسها كده بصينية كده اصغر علشان اتأكد ان هي خلاص جامدة وان هي ما فيهاش اي فراغات، هعمل الخطوة دي. وبعدين بقى اخر خطوة بحط عليها معلقتين من السمنة السايحة بالشكل ده علشان تدي وش كده لون حلو وطعم حلو، وياريت تكون سمنة بلدي بتبقى طعمها جميل. وطبعا هحطها في الفرن، على بال بقى ما اطلعها من الفرن. بعمل هنا عندي هنا كيسين كريم شانتي او كريم شانتي من عند المستلزمات الحلواني زي ما انت حابه، او كريمة خفق، يعني تقدري تعمليها بالطريقه اللي انت عايزاها. المهم ان احنا عايزين كريم شانتي زي ما انتوا شايفين كده، انا ضربته وبعدين هحطه في التلاجة لما اطلع بقى الكنافة. الكنافة زي ما قلت لكم سويتها في الرف الاوسط على درجة حرارة عالية لحد لما بتحمر الحوافي، وبعدين بفتح عليها الشواية تديها لون. العسل بقى بتاع الكنافة مش زي كل مرة هيبقى تقيل، لا العسل خفيف شوية، وكمان مش هحط عسل كتير، يعني هحط حبة قليلين. كمان الشربات ده كان عندي قليل واتدلق مني كمان على الارض، فحطيت عليه معلقتين من العسل الابيض. وبعدين بقى هستنى لما الكنافة تبرد خالص، وبعدين هبتدي ازينها كده بالكريم شانتي. بعمل الكريم شانتي بالشكل ده، هعمله في النص كده بشكل عشوائي، وبعدين هسوي بالسباتيولا لان في النص هنحط المانجا. بعد ما بساوي الكريمة بالشكل ده بيكون عندي مانجا مفرزاها في الفريزر ومقطعة قطع زي ما انتوا شايفين كده. بحط بقى قطع المانجا زي ما انتوا شايفين في النص بالشكل ده. كمان تقدري لو انت مش عندك مانجا تقدري تعمليها بأي نوع فاكهة انت بتحبي، تقدري تعمليه بالفراولة بالموز، تقدري تعمليه بكمبوت الخوخ،
او المشمش، يعني ممكن تعملي باي شكل. وبعدين هحط بقى الديسك التاني اللي هي الصينيه التانيه اللي احنا عملناها مع بعض، وهحط بقى وردات كده روزيتات من الكريم شانتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وطبعا الكنافه دي انا كنت ساقياها بس مش كتير، يعني كده معلقتين قليلين، فانا حبيت احط حبه عسل ابيض، حطيت عسل ابيض واحط عليه الكريمه هوزعه بالشكل ده علشان لما احط المانجا عليها المانجا تلزق وما تقعش من على الكنافه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هكمل باقي الروزيتات بالشكل ده. وبعدين هحط بقى حتة كبيرة كده وهوزعها بالسباتيولا. طبعا انتي بتقدري تعملي تزوقيها او تزينيها بالطريقة اللي انتي حباها، يعني كل واحد يعمل اللي هو حبه. كمان ممكن تحطي شوكولاتة نوتيلا، ممكن تحطي كريمة، كل واحد على حسب ما هو عايز. هحط بقى حبات المانجا بالشكل ده. لو عملتيها بالفراولة بيبقى شكلها حلو جدا، وتقدري تعمليها كمان بفواكه مشكلة، تقدري تحطي مربى في النص، يعني التزيين ده على حسب ما انت حابة. انا بديك الفكرة وانت بقى على حسب امكانياتك وعلى حسب اللي انت بتحبيه وعلى حسب الحاجة اللي متوفرة عندك. هحط المانجا بالشكل ده، هعمل كده يعني صف كده من المانجا، وهسيب الحتة اللي في النص دي هحط فيها كريمة زي ما احنا شايفين كده. عملت روزيتات وعملت روزيتة كبيرة كده في النص. وبعدين بقى كان عندي سبرينكلز رشيته على الوش زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي علشان بس يدي كده شكل حلو. طبعا دي بتتباع في المحلات يعني بثمن غالي جدا بمبلغ وقدره. عملناها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة زي ما هنعملها برا او زي ما هنشتريها من برا. شايفين كده التورتاية تحفة جدا، طعمها حلو جدا، المانجا مع الكريمة مدية طعم حلو جدا. كمان الكنافة بتبقى مقرمشة كده والسكر بتاعها خفيف للناس اللي حابة طبعا السكر يبقى خفيف، بتبقى حلوة جدا ليهم. لو انت حابة تبقى سكرها كتير تقدري تحطي شربات اكتر من اللي احنا حطيناه. ودلوقتي هقطعها كده اوريها لكم. زي ما انتوا شايفين كده شكلها تفتح النفس. بتمنى الوصفة تكون عجبتكم، لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.